قلتها صح. ايوه قلتيها صح يا مدام ايناس. هما بيزعقوا لي في الايربيس. ده انا صديقه البرنامج دلوقتي. ايوه طبعا، ده انت صديقه يعني الودوده والملتزمه بالبرنامج. كل سنه وانت طيبه يا مدام فايت. لسه حسيتي حالا مجاني الهديه بتاعتي. حالا جالك هديه ايه بقى؟ لا والله هفتحها لسه، والله لسه قلت لها بعد ما اخلص البرنامج هفتحها يا حبيبتي. قولي لي بجد يعني قد ايه اليوم ده بيبقى جميل ليكوا او لينا كلنا كامهات؟ ده مش قادره اقول لك قد ايه، لان الام دي فعلا تضحيه وعطاء وحنان. وما زلت انا جده، ما شاء الله. لغايه دلوقتي انا مش ببخل بصحتي ولا باي طبعا حاجه لاولادي واحفادي كمان. هي دي الامهات بجد، تلاقيها طول جده هتلاقيه بتعملي اكل لاحفادك وبتستقبليهم وبنتك ومشاكلها. ايوه حاجه اسمها رساله انتهت. ايوه الرساله ما زالت قائمه لغايه ما اموت يعني. بعد الشر عليكي وربنا يديكي طولة العمر وكل سنه وانت طيبه وكل ام طيبه. وعايزه كمان اقول حاجه، ان كل شعب مصري يعني يدعي لامنا مصر الكبيره اللي هي يعني ربنا يحفظها يا رب. يا رب يا رب يا مدام. دي حاجة يعني أمنا الكبيرة مصر هي بقى. يا رب يا رب يا مدام. يا رب يا رب. أنا عايزاكي بقى تستمتعي النهاردة لأن ده يومك. طبعا ولادي جايين لي طبعا هيحتفلوا بيا إن شاء الله النهاردة. ربنا يسعدك يا رب، ودايما كده أيامك جميلة وكل أم في الدنيا وهي طيبة. كل سنة وأنت طيب. ميرسي يا حبيبتي. أنا عايزة أقول لكم حاجة بقى، يعني يمكن أحيانا الأبهات أو الأب يعني بيجي لهم غيره شويه في اليوم ده ويقول لك يعني ايه يعني مدى الاحتفاء قوي ولا احتفال ولا يعني طب ما انا اب وشقيان وبجري على الاكل عيشي وبجيب فلوس وبدفع. انتوا بتجيبوا فلوس، بس هل انت بقى لو انت اتحطيت في موقف اقعد ربي وادي ادويه وذاكر وطول الليل تقعد تعمل كمادات وتفضل تشيل وزن وصريخ وتستحمل الطفل مهما كان غلس غتت اي شكله ايه، بتستحمل الام ما بتقولش لا، تقدر تعمل ده؟ انت عملت ده يوم ممكن تنتحر. طيب معانا مين؟ مين معانا؟ ندى. الو الو الو. ايوه يا ندى. الحمد لله. عندك كام سنه يا ندى؟ الحمد لله. الحمد لله. كام سنة؟ الحمد لله. يا حبيبة قلبي عندك كام سنة؟ طيب عايزة تقولي ايه؟ حاضر. عايزة تقولي ايه؟ اقول ها؟ كل سنة وانت طيبة يا تيتا، كل سنة وانت طيبة يا ماما. يا حبيبة قلبي. طيب ميرسي يا ندى. كل سنة ندى عايزة تقول كل سنة وانت طيبة يا تيتا وكل سنة وانت طيبة يا مامي. ميرسي يا ندى على تليفونك، ويا رب تيتا ومامي يكونوا سامعينك. طبعا يعني انا عايزة اتكلم اكتر برضه عن عيد الام، وعايزة اقول يعني مش عايزة الرجالة تزعل مني. الرجالة بتتعب وبتشتغل وفعلا يعني برضه هو عمود من عواميد البيت المهمة، لكن يا سلام بقى عليك كده بدل ما تغير وبدل مثلا ما تبقى متضايق ان ازاي الولاد كلهم متعلقين بالام ومش نفس التعلق بيك، انت كمان تحتفل بعيدة وتقول لها تسلم ايديكي وتعبناكي معانا طول السنه وطول السنين اللي فاتت. على قد ايه الام بتبقى مبسوطه جدا جدا، قمه السعاده لما تلاقي حد مقدر المجهود ده، ولما تلاقي حد بجد مقدر احساسها وتعبها وسهرها وشيلها الهم والمسؤوليه بجد، مجرد ما تطبطب عليها كده تقول لها انت ام بس انا حاسس بيكي، انا بشقى وبشتغل بس انت بتعملي دور اهم ودور اكبر. يعني لما راح حد للرسول عليه الصلاه والسلام قال له من واحد اهم بصحبتي يا رسول الله؟ يعني فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، فقال ثلاثة أمك. يعني الأم قد إيه درجتها عالية عند الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا مي. ألو ألو يا مي. أيوة 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 يا مي معاك. يا ريت نوطي صوت التلفزيون تسمعوني بس من التليفون. مطيعة. نعم مطيعة. مطيعة، أهلا يا مطيعة. أحب أقول لماما كل سنة وهي طيبة. وإيه كمان؟ مامتك سمعاكي يا مطيعة؟ مامتي بره. بره سمعاكي يعني؟ ولا بره مصر؟ بره. طيب بره، ماشي يا مطيعة، ميرسي على تليفونك ويا رب مامي تكون سمعاكي. وأنا إحساس جميل، احساس جميل ان كمان البنات يعني هي اللي بتتصل وهي اللي عايزه تعيد على مامتها. فاحنا خلاص تايم،
خلاص وقتنا خلص. طيب يعني انا بقول ياسمينة كمان معده برنامجنا الجميله بعت رساله لوالدتها، الحمد لله ان انا ما نسيتش ياسمين قبل ما اقفل. ياسمين بتقول لمامتها كل سنه وانتي جنبي ودايما حضنك هو اللي بيشفيني، اسمك الهام وانتي سر الهامي في كل خطوه في طريقي، واوعدك على قد ما اقدر اخليكي فخوره بيا. وانا بقول لك بقى يا طنط يعني لو سمعانا تزعليش منها، ياسمين دي بونبونيه بتاعتنا بتاعت البرنامج وقد ايه طيبه وجميله، فلو هي عملتك حاجه تزعلك فمعلش بقى يا طنط امسحيها فينا المره دي وسامحيها، ده عيدك النهارده ولازم يبقى قلبك انت على طول بتسامحي فلازم تسامحيها النهارده. وكل سنه وانت طيبه. وانا كمان بقول لمامتي بقى اللي احنا بنكلمها وما بتردش على التليفون دلوقتي عشان كنت عايزه اعيد عليها على الهوا. يا ماما بترديش على التليفون ليه؟ كل سنة وانتي طيبة يا أحلى أم في الدنيا، يعني بجد وقوفك جنبي وحنانك، والواحد دايما بيعمل حاجات كتير مش لطيفة وانتي بتستحملي وبتعدي وبتستحملي وبتعدي. كل سنة وانتي طيبة وبجد بحبك جدا وربنا يديك الصحة يا رب. وبس مش قادرة بقى خلاص بدمع. كل سنة وانتوا طيبين كلكم جميعا. شكرا.